تشرف الزاوية البلقائدية زاوية الشيخ سيدي محمد بلقايد باحتضانها الملتقى الثالث لسلسلة الدروس المحمدية، والذي محوره من وحي السنة النبوية الشريفة. ويزيدها شرفا أن يكون من حضور هذه الدروس فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الرفاعي، مفتي منطقة عكار بلبنان وقاضيها الشرعي. فضيلة الدكتور، مرحبا بكم. مرحبا بكم. نغتنم وجود فضيلة الدكتور بيننا في هذا الملتقى الكريم، ونريد أن نثير بعض المسائل الحساسة التي يحتاجها المسلم ويحتاجها العامي كما يحتاجها العالم، ألا وإن من أهم قضايا الساعة والتي أسالت حبرا كبيرا وكثير مسألة الاجتهاد في الشريعة. فضيلة الدكتور، هل لكم أن تحدثوننا عن مكانة الاجتهاد أو مكانة المجتهد وقدره وعلوه في الشريعة الإسلامية؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فإنني أحيي الجميع بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ثانية، فأشكر الله عز وجل ثم أشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة المباركة التي أتحفتمونا بها لنكون بينكم، نعب من هذا المعين المبارك ونتفيأ ظلال هذه الزاوية البلقائدية المباركة الكريمة، حتى يستمد الخلف من السلف، وحتى تبقى هذه الشجرة الكريمة المباركة وارفة الظلال، يتفيأ الجميع ظلالها ويؤون إليها إن شاء الله تعالى. ثم بالنسبة لسؤالكم الكريم عن الاجتهاد، معلوم أن الاجتهاد من حيث اللغة عندما يتحدث علماء الأصول عنه يقولون هو من بذل الجهد، وعند الاصطلاح في عرف علماء أصول الفقه هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي. وإذا كان الفقه هو ثمرة من ثمار الاجتهاد، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، أي هذا العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر، فإن الاجتهاد يعتبر في الإسلام من العلوم الآلية التي بها يتمكن الفقيه المجتهد، والذي يعرف بالمجتهد المطلق، يستطيع أن يقرأ النصوص من الكتاب والسنة وأن يستنبط الحكم الشرعي ليكون تطبيقا عمليا لشريعة الإسلام التي تعتمد في الأساس على الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين، وعلى الإجماع والقياس المعتبر كمصدرين تبعيين. وبالتالي إن الناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم يدرك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدرب أصحابه على الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وذلك باستفراغ الوسع وبذل الجهد في التعرف إلى الحكم الشرعي. والحكم الشرعي لا يمكن أن يعرف إلا من خلال الميدان، هذا الميدان أي هو المعين الذي يستمد منه الحكم والذي ينشأ عنه الحكم، وهو يحتاج إلى معرف، إلى واسطة تكشف هذا الحكم. ولذلك يقولون إن المجتهد يكشف عن حكم الله في المسألة، لا ينشئ حكما فقهيا،
لأن الحكم موجود في الكتاب والسنة، لكن يحتاج إلى فقيه متضلع متمكن من العلوم الآلية التي تجعله في دائرة الاجتهاد يستنبط الحكم. وهذا ما يدعونا إلى أن نقول إن الاجتهاد المطلق، وهناك الاجتهاد المقيد. الاجتهاد المطلق هو أن يكون الإنسان مجتهدا لا يتبع مذهبا معينا، وبالتالي لا يتوقف عند أصول إمام من الأئمة، وإنما له أصوله وله قواعده وله أركان اجتهاده. والاجتهاد المقيد هو الذي ينتمي الإنسان فيه إلى مذهب معين، كما لو بلغ الإنسان مثلا كابن عبد البر لنقول رحمه الله تعالى، بلغ أن يجتهد في مذهب الإمام مالك لكنه لا يحيد عن أصوله وقواعده، كما الإمام الطحاوي يجتهد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لكنه لا يحيد عن أصوله وقواعده، كما هو الإمام محمد بن الحسن، كما هو الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى الجميع، وكما مثلا يأتي أحد أئمة الشافعية الكبار مثلا لنقول الإمام السبكي يجتهد في بعض المسائل، نقول سواء كان تقي الدين السبكي أو كان ولده تاج الدين، نقول إنه يجتهد في المذهب لكنه يأتي باجتهادات في بعض جزئيات المذهب الشافعي ينضبط بقواعد الإمام الشافعي، وهكذا في المذهب الحنبلي. على أي حال، الاجتهاد لخطورته وأهميته، وهنا لابد من الإشارة قبل الدخول في أركانه وشرائطه، لابد من التأكيد على أمر شاع بين الناس خطأ أن الاجتهاد أغلق. إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الاجتهاد لم يغلق بابه، ولكنه بحاجة إلى شروط. يعني باب الاجتهاد لا يستطيع أحد أن يقول إنه أغلق، وإن كان بعض العلماء كابن عابدين صاحب الحاشية وهو فقيه حنفي كبير، ومن أتى ما قبله وبعده من العلماء يقولون إن باب الاجتهاد أغلق بعد القرن الرابع الهجري. هم لم يقولوا بإغلاقه لأنهم أغلقوه فعلا، وإنما يقولون إنه أغلق بمعنى لم يعد هناك من يمتلك آلة الاجتهاد المطلق حتى نقول إنه يجتهد في المسائل التي لا نص فيها، وبالتالي تعذرت شروطه. هو بابه مفتوح، ولكنه بحاجة إلى من يمتلك هذه الشروط. هذه الشروط على الأقل لو نظرنا في المستصفى للغزالي أو في الإحكام للآمدي، أو نظرنا في مختصر ابن الحاجب، أو نظرنا في جمع الجوامع، أو نظرنا في فواتح الرحموت، أو يعني كل هذه الكتب الأصول، أقله أن يكون الإنسان المجتهد، طبعا بالإضافة إلى كونه مسلما عاقلا بالغا ورعا تقيا، لأن الاجتهاد يتنافى تماما مع إنسان ماجن أو مع إنسان متحلل أو متلاعب بالنصوص لأنه غير مؤتمن على دين الله. أن يكون عالما بالكتاب وعالما بالسنة، عالما بمراتب الإجماع، قادرا على فهم القياس بمعرفة شروط القياس وأحكام العلة والفرع والأصل وما شابه ذلك، وأن يكون ملما بلغة العرب إلماما يمكنه هذا الإلمام من فهم نص الكتاب وفهم السنة. هذا بالجملة. عندما نعود إلى التفصيل ونقف عند معنى قول العلماء إنه يجب أن يكون عالما بالكتاب، أي أن يكون عالما بالقرآن الكريم وعالما بقراءاته، وأن يكون عالما بناسخه ومنسوخه، وأن يكون عالما بمكيه ومدنيه، وأن يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد. هذه الأمور وما يتعلق به من الأحكام، لأن كل قضية من هذه القضايا تترتب عليها أحكام في الاستنباط لدى المجتهد. فمثلا معرفة القراءات مهمة، لأن بعض القراءات يفسر بعضها بعضا، وقد تكون القراءة الشاذة كما هو في مبحث بعد مباحث علم الأصول، قد تنزل منزلة الخبر الواحد في تفسير حكم أو بيان علة، كما قالوا في الحديث الضعيف لا يهمل، لأنه ربما يستعمل في بيان علة حكم ما، كما في حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما، ومن سنته أنه كان يبول جالسا صلوات ربي وسلاماته عليه، ثم بحثوا فوجدوا أن هناك حديثا ضعيفا يبين علة بوله قائما عليه الصلاة والسلام، أنه كان يشتكي من وجع صلبه، فبين هذا أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام مع نهيه عن البول قائما خشية أن يعود رشاش البول على الإنسان فيتنجس ثوبه مثلا، إنما كان لعلة. الشاهد القراءات. أيضا هناك مسائل فقهية أحكامها وأسباب اختلافها كانت ناشئة عن القراءات،
فمثلا في كفارة اليمين إذا أراد الإنسان أن يكفر، حلف يمينا بالله العظيم فحنث فيه، فهل يكفر بحسب الترتيب أم أنه مخير؟ وهل يكفر بالصوم متتابعا أو أنه مخير بين أن يفرق بين أن يتابع؟ هناك قراءة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو صيام 3 أيام متتابعات. بعضهم نزلها منزلة خبر الواحد وإن كانت شاذة، هي قراءة لمسعود رضي الله تعالى عنه، قال لأنها وإن كانت شاذة لكنه يمكن أن نستفيد منها في تفسير أو تعليل حكم ما. إذن لابد وأن يكون عالما بالقرآن بهذا المعنى، عالما بالخاص والعام، عالما بالمطلق والمقيد، بالمكي والمدني، بالناسخ والمنسوخ، بالمجمل والمبين أو المفسر. أن يكون أيضا عالما بالسنة، وعلمه بالسنة أن يكون ملما بها رواية ودراية، أن يعرف روايات الأحاديث وأن يعرف مظان الأحكام فيها أو أحاديث الأحكام. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول على الأقل أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، وأيضا ينطبق على السنة ما ينطبق على القرآن، الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المجمل والمبين والمطلق والمقيد والخاص والعام وهلم جرا. وأن يكون عالما بها دراية، ليعرف الحديث الصحيح وليعرف الحديث الحسن وليعرف الضعيف وليعرف الموضوع. وهنا أيضا يدخل في معرفة السنة بالمعنى الأم معرفة، بالمعنى العام معرفة الآثار، وهي آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآثار التابعين. كما هو معلوم لكم بأنه إذا تعذر على المجتهد اجتهادا مطلقا أن يجد نصا من الكتاب أو نصا من السنة، يلجأ إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن لم يجد يلجأ إلى فعل التابعين الذين جالسوا الصحابة، وهذا باعتبار أن هؤلاء ربما قالوا قولا، وبخاصة في المسائل التي لا اجتهاد فيها أو لا مجال للعقل فيها، كقضايا العدة وقضايا العدد وقضايا الحدود وقضايا بعض الأحكام المتعلقة في البيع والشراء أو بعض المكاييل والموازين، يقولون لا مجال للعقل لأنها نصية، الصاع أو الفرسخ أو الحفنة أو ما شابه ذلك من هذه القضايا. فإذا يعرف أحكام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعرف أيضا فتاوى التابعين رضي الله تعالى عنهم، فبهذه الجملة من المعرفة يحتاج المجتهد إلى تفرغ كامل. قد يقول قائل وهل يوجد في زمننا من يستطيع أن يستوعب علوم القرآن الكريم وعلوم السنة بهذا المعنى الشامل؟ نقول نعم، إذا أراد أن يتفرغ يمكن أن يتمكن، لكن متى؟ الله أعلم. أما السابقون فإن هذا العلم كان بالنسبة إليهم من العلوم السهلة، من العلوم الميسرة، السبب لم تكن مشاغلهم كثيرة، ولم تكن الحضارة بمفهوم اليوم، وإن كان لنا تحفظ على تعريف الحضارة بمفاهيم اليوم، لم تكن أيضا موجودة، كانت شواغلهم قليلة، كان زهدهم عظيما بارزا بينا، كانت رغبتهم في الآخرة أيضا جلية، كانت مجالستهم لكبار العلماء. فإن العالم المتبحر يعطيك في ساعة من زبدة علومه ما يغنيك عن قراءة كتب في سنة. ولذلك هؤلاء عندما كان يجالس بعضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجالس الصحابي الصحابي الأعلم منه، أو يجالس التابعي التابعي التابعية أو الصحابي الذي التقى به، فإنه يلخص له زبدة العلوم التي وصلت إليه. أيضا من العلوم التي لا بد وأن تتحقق في المجتهد اجتهادا مطلقا أن يكون عالما باللغة العربية، لأن اللغة العربية ينطبق عليها تعريف أنها علم الآلة. لا يمكن لإنسان يدعي الاجتهاد في هذا الشرع الإسلامي أن يكون مجتهدا حقيقيا أو أن نصدق أنه مجتهد إذا لم يكن متمكنا في لغة العرب. فالقرآن الكريم عربي ولغته نزلت من أجل أن يعمل الإنسان بمقتضى هذه اللغة وفق ما يفهمه من القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن اللغة هي آلة لفهم القرآن ولفهم السنة، أيضا هي سبب من أسباب الاختلاف الذي نشأ، لأن البعض قد يقول إذا كان النص من الكتاب والسنة هو المرجع والأساس فلماذا هذا الاختلاف ولماذا تشعب؟ نقول إن طبيعة النص هي سبب من أسباب نشأة الخلاف، سواء كان النص من الكتاب أو السنة. وإن اللغة العربية هي أيضا بمعينها الواسع وبعلومها المتشابكة المتشعبة هي أيضا واحدة من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، فإن هذه اللغة قد يفهم منها كذا عند الكوفيين ويفهم منها كذا عند البصريين، وهذا سماعي وهذا قياسي وهلم جرى.
الحروف، معاني الحروف ومعاني الكلمات والدلالات. ولذلك علم أصول الفقه في أساسه يقوم على علم اللغة العربية. علوم القرآن وعلوم أصول الفقه والقواعد الفقهية تكاد تتشابه في العناوين وأحيانا في بعض المضامين. ولذلك في علم أصول الفقه مثلا عندك المجمل والمبين، أو باختصار قسم الدلالات، الدلالات الواضحة والدلالات غير الواضحة. هذا لأن يعني إتقان الدلالات الواضحة والدلالات غير الواضحة ابتداء من النص إلى الظاهر إلى الإشارة إلى العبارة إلى المجمل إلى المبين إلى المشكل إلى كذا، يتضح لك كم أن دعوى الاجتهاد المطلق عسيرة وعسيرة، وتحتاج إلى مجالسات كثيرة مع كبار العلماء وإلى اطلاع كبير وأهل مجرة. الأمر الآخر وهو مهم، أن يكون الإنسان الذي يدعي الاجتهاد المطلق ملماً وحافظاً لمراتب الإجماع، حتى لا يجتهد في مسألة إجماعية، فإذا اجتهد في مسألة أجمع عليها اعتبر اجتهاده باطلاً. وبالتالي قالوا مخالفة الإجماع إن كان مستند الإجماع قطعياً في قضية عقدية يكفر مخالفها، كمن يقول بفناء النار، أو إذا كان مستندها قطعياً ولكنها في الفروع يفسق مخالفها، كما لو أن إنسانا أتى فقال إن التزوج بأربع نسوة في عصمة واحدة ليس مجمعا عليه، وأراد أن يخالف بإجازة سادسة أو سابعة، هذا يفسق عليه لأنه خالف ما أجمعت الأمة عليه، لأن الدليل في ذلك على جهة الدلالة من القرآن والسنة أصبح متفقا عليه أو مجمعا عليه على أن مستنده قطعي. أيضا لابد وأن يكون ملما بقواعد القياس الصحيح، بأن يعرف القياس الذي هو الاعتبار، وأن يعرف الأصل، وأن يعرف الفرع، وأن يعرف العلة، تحقيق المناط وتنقيح المناط. وبالتالي عندما يبحث عن التناسب في العلة ويستطيع من خلال معرفته وفهمه أن يهضم مادة القياس، وأن يهضم العلة مستوعبا للعلة المنصوص عليها وللعلة المستنبطة التي لم ينص عليها، يمكن عند ذلك أن يلحق فرعا بأصل لعلة جامعة بينهما ليأخذ الفرع مثل حكم الأصل. وبالتالي نلاحظ هنا أن مسألة ادعاء الاجتهاد المطلق نحن لا نعسرها، لكن هذا ما ذكره علماؤنا. الإسلام دعا إلى الاجتهاد وحبذا، فتح باب الاجتهاد، لكنه قال إن الاجتهاد بابه مفتوح لكنه يحتاج إلى التحقق بشروط هذا الاجتهاد من أراد أن يلج فيه، عالما بالكتاب والسنة وعلومهما، عالما بمراتب الإجماع، عالما بالقياس، وأن يكون أيضا تقيا ورعا صالحا مشهودا له بالعدالة، لأنه إذا كان ماجنا فإنه يتلاعب بدين الله ولا يؤتمن عليه. بارك الله فيك سيدي، بارك الله على هذا التوضيح الجليل، والذي يكفي إشارة إلى علو مقام الاجتهاد المطلق وإلى خطورة ادعائه من غير تحقق بشروطه. تفضلت سيدي في الكلام على الاجتهاد بالكلام على المذاهب، وذكرتم أعيانا من كبار المذاهب رضوان الله عليهم والذين بلغوا ما بلغوا وبقوا دوما مجتهدين اجتهادا جزئيا ضمن مذاهبهم. ويجب هنا أن نتطرق إلى نقطة المذهبية. تمذهبت الأمة بمذاهب أهل السنة قرونا، ورضي ذلك علماء الأمة وتفاخروا به، وكان ينسب إلى المالكية والشافعية الأعيان ويرون ذلك شرفا له. ثم في العصور المتأخرة جدا أو السنوات القليلة ظهر من يقول لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومن يقول اتباع المذهب اتباع غير معصوم، واتباع القرآن والسنة اتباع معصوم، واتباع المعصوم أولى من اتباع غير المعصوم. فنريد منكم فضيلتكم أن تزيحوا الوهم عن هذه الشبهات. أولا، كلمة في التفريق بين كلمة المعصوم وغير المعصوم. شاع بين الناس أن يقولوا العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ شائع أن يقول الإنسان العصمة لله، لأن العصمة صفة مكتسبة، الله هو العاصم. ولذلك نقول العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا شك في ذلك. أما بالنسبة للاجتهاد والتمذهب وما شابه ذلك، فهذه كلمة حق يراد بها باطل في الحقيقة، وهذا نوع من التلبيس. نحن لا ننكر أبدا موضوع الاجتهاد إن تحقق صاحبه بشرائطه وأركانه، ولكن لأن الدين دين الله وهو أمانة،
ولا يجوز لأحد أن يتلاعب فيه، فلا يجوز لأحد أن يلج باب الاجتهاد أو أن يدعيه لنفسه أو أن يدعيه غيره له إلا إذا كان مستكملا لهذه الشرائط. التمذهب، ما معنى التمذهب؟ التمذهب هو اتباع مدرسة علمية لها أصولها ولها قواعدها ولها ضوابطها في فهم النص. المدرسة الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية هي مدارس تعتبر امتدادا لمدارس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا أخذنا القسمة ثنائية، هناك مدرسة أهل العراق وهناك مدرسة أهل الحجاز، وإن كان في كل من المدرستين اختلاط، ففي أهل العراق المحدثون وأهل الرأي، وفي أهل المدينة المحدثون وأهل الرأي، وبين شيوخ أبي حنيفة محدثون وأهل رأي، وبين شيوخ الإمام مالك محدثون وأهل رأي، ويدلنا على ذلك ربيعة الرأي الذي أصبح هذا اللفظ كلمة الرأي أو لفظ الرأي علما عليه، شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فإذا أخذنا القسمة هذه ثنائية وقلنا هناك مدرستين، كما يقال في اللغة مدرسة الكوفة والبصرة، مع أن هناك مدارس عدة، نقول إن هاتين المدرستين هما امتداد حقيقي لمدارس الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالإمام مالك رحمه الله وهو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ أحمد، فالإمام مالك شيخ الاثنين رضي الله تعالى عن الجميع، كان في بلاد الحجاز وفي المدينة المنورة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة المنورة مع أصحابه وأبناء الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وهو الذي ورث عنهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وورث أيضا عنهم آلاتهم الموجودة التي تستعمل في الوزن أو في الكيل كالصاع والمد وما شابه ذلك. وأيضا في المدينة المنورة، لأنه حرص على أن يتتبع أفعال أهلها، صار هناك في علم أصول الفقه وبخاصة عند السادة المالكية ما يعرف بقول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، إذا ناقض خبر الواحد أو هل يؤخذ بخبر الأحاد إذا خالف قول أو عمل أهل المدينة، على تفصيل طويل في ذلك لن ندخل فيه. أيضا عندما ننظر إلى العراق نجد أنه في العراق وفي الكوفة بالذات، عندما مصرها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 17 من الهجرة، فتحت تلك البلاد، مصرها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأراد الصحابة هناك أن يرسل إليهم من يعلمهم، فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال عنه كنيف أو كنيف، ملئ علما. هذا الإنسان الذي هو في حجمه صغير لكنه ملئ علما، وقال آثرتكم به على نفسي، فأرسله إليهم، وجلس سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما أتى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة بعد ذلك، ورأى كثرة علمائها وكثرة قرائها وكثرة بلغائها وكثرة شعرائها ومن يهتمون بالعبادة والعلم والمعرفة، ترحم على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال: لقد ملأ علينا هذه المدينة علما، ملأ علينا المدينة علما. وبالتالي يذكر العلماء، وعلى سبيل المثال في رسالة لطيفة مهمة طبعت على حدة وطبعت في مقدمة نصب الراية للإمام الزيلعي في الطبعة الأخيرة التي اعتنى بها شيخنا الشيخ محمد عوام حفظه الله بخير وعافية، فقه أهل العراق وحديثهم، للإمام العالم محمد زاهد الكوثري رحمة الله تعالى عليه، وهي رسالة على صغرها تدل على عظمة كاتبها واستحضاره لعلوم الإسلام، فكتب عن العراق وكتب عن الكوفة وعن محدثيها وعن كبرائها وكيف كانت الرواية منتشرة، لا كما يظن البعض بأن الرواية لم تكن شائعة في تلك البلاد فكان يغلب عليهم الرأي، أبدا، كان عندهم حديث ورأي. ولذلك الأئمة الكبار كالإمام أبي بكر الباقلاني وكالإمام أبي بكر القاضي ابن العربي وكالإمام الآمدي، هؤلاء عندما يتحدثون، والقاضي عياض يذكر هذا الكلام، يقول عندما يتحدثون عن الرأي، يقول ابن عبد البر في كتابه التبهيد وفي غيره أيضا، عندما يتحدث عن كلمة الرأي يقول: إن قصد بكلمة الرأي أن الإنسان يتمكن في فهم النص ومعرفته من خلال اللغة ورجاحة العقل فهذا محمود لا يستغني عنه فقيه ولا مجتهد، أما إذا قصد بالرأي بأن يقدم رأيه والقياس على النص فهذا لا يقول به أحد من أئمة الإسلام.
أجتهد رأيي ولا آل. ولا آل. وكانوا يقولون ما قلناه إنما هو رأي، فمن أتى بأفضل منه فهو أولى منا بالاتباع. وكان يقول إذا رأيتم قولي يعارض الكتاب والسنة فخذوا بالكتاب والسنة واطرحوا هذا الرأي أو هذا القول. ولذلك أعود فأقول مدرستان كبيرتان، مدرسة أهل العراق مع وجود عدد وافر من الصحابة، وعد العلماء مئات من الصحابة وصلوا إلى الكوفة وتوفوا في الكوفة ونشروا هذا العلم. ولذلك لما أتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جالس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ من علمه وناقش، ثم انتقل إلى الكوفة وناقش محمد بن الحسن، لأنه لم يدخل الكوفة إلا بعد وفاة الإمام أبي حنيفة ووفاة الإمام أبي يوسف رحم الله تعالى الجميع، وهو الذي قال أخذت عن تلامذة أبي حنيفة وقر بعيرين من العلم، وهو الذي صلى بمقام أبي حنيفة فلم يقنت في الفجر ولم يرفع يديه عند كل خفض أو رفع من الركوع، فسئل عن ذلك قال أدبا مع هذا مع صاحب هذا المقام أو هذا القبر، وقال الناس عيان في الفقه على أبي حنيفة. الشاهد طبيعي. فإذا مدرسة العراق هي امتداد لمدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة علقمة ومسروق، ثم مدرسة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وعلماء تاريخ الإسلام يقولون يعني من النادر أن ترى ابن مسعود يخالف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم أتى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فأوضح الصورة وجملها وزادها وبينها إيضاحا. أما مدرسة الحجاز فهي امتداد لمدرسة عبد الله بن عباس ومدرسة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع وبقية الصحابة. ولذلك كان الأئمة الكبار يلتقي بعضهم ببعض ويناقش بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم عن بعض، لكل أصوله المستقلة. فلقد ثبت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أتى إلى المدينة المنورة والتقى بالإمام مالك على الأقل 8 مرات، وكان يتأدب بحضرته ويقدمه في الحديث، لأن الذي يدخل إلى بلد يحترم أهلها فيقدمهم بالحديث، مع أن أبا حنيفة يكبر الإمام مالك رحمه الله تعالى 13 عاما. هذه المدارس التي هي امتداد لمدارس الصحابة رضي الله تعالى عنهم نشأت من خلالها المذهبية، بمعنى أنا عندما أقول مذهبي حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، أي أنا أفهم الكتاب والسنة من خلال أصول وقواعد المذهب الحنفي أو المدرسة الحجازية مدرسة الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول بأن اتباع المذاهب اتباع غير معصوم، واتباع النص من الكتاب والسنة اتباع للمعصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام مغالطة. ومعنى ذلك السؤال يجب أن يطرح على الشكل التالي بطريقة سليمة: هل أفهم الكتاب والسنة وفق فهمي أنا، أو أفهم الكتاب والسنة وفق فهم الأئمة الكبار الذين هم أئمة السلف؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم أئمة السلف، ليسوا فقط من السلف بل هم أئمة السلف. بدأهم أبو حنيفة في 80 للهجرة، ثم بعد ذلك إلى آخرهم وفاة وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي عاصر في 3 الهجري الحارث بن أسد المحاسبي صاحب كتاب رسالة المسترشدين، والذي توفي بعام 243 أو 242 هجرية. إذا ندرك هنا أن المتمذهب بمذهب ليس آتيا بدعة، وإنما هو يعلن ويقول أنا أفهم الكتاب والسنة على وفق فهم أئمة السلف الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع. أما اليوم الذين يدعون فهم الكتاب والسنة من غير العودة إلى فهم الأئمة مغالطة، وبالتالي تؤدي بهم إلى خطيئة. هذه الخطيئة أن يأتي أحدهم أحيانا باجتهاد في مسألة حسب علمه هو ربما خرج عن الإجماع، لأنه كما قال علماء الأصول إذا اختلف الأئمة المجتهدون في مسألة على قولين ولم ينقل غير هذين القولين فهو إجماع على حرمة استحداث قول ثالث، وهكذا تدور المسألة اتباعا. ولكن الأدب في التعاطي أن علماءنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى كانوا يقولون تلك المقولة الذهبية، قالوا مذهبنا صواب، أي اجتهادنا في التوصل إلى ثمرة الاجتهاد هي الحكم، مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب، أي من وجهة نظرنا. وهنا لابد من الالتفاتة إلى أمر هام. البعض يقول هذا حق وباطل، ويقول خطأ وصواب.
نحن الذي تعلمناه في ضبط أصول الكلام لا يقول الإنسان في المسائل الفرعية حق وباطل، فإن الحق ما بعده إلا الضلال، وإنما يقول خطأ وصواب. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن الحاكم أو المجتهد عندما يجتهد إن أصاب، قال عبر بكلمة أصاب، وهناك يقول أخطأ. أما في باب العقيدة، في باب أصول الدين، نقول حق وباطل في أصول قواعد أصول الدين، يعني في أصول العقائد. وإلا العقائد فيها فروع، كما لو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه؟ هذه من فروع العقائد، فلا يكفر المخالف فيها. أما من أصول العقائد أن النار باقية، وأن الكافر خالد مخلد فيها أبدا لا تفنى ناره. فإذا أتى إنسان وقال إن النار تفنى، خالف أمرا مجمعا عليه في عقيدة الإسلام، يكفر إن لم تكن له شبهة حتى تكشف شبهته ويناقش في ذلك. أعود فأقول المتمذهب هو أصدق ما يكون أن نقال عنه إنه سلفي بحق. المعنى الصحيح لكلمة السلف أن يكون الإنسان منتسبا إلى إمام من أئمة السلف. فالحنفي سلفي بهذا الاعتبار، لأنه يفهم الكتاب والسنة وفق فهم إمام أئمة السلف وهو أبو حنيفة. والمالكي سلفي بهذا الاعتبار، لأنه يفهم الكتاب والسنة وفق فهم إمام من أئمة السلف وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبالتالي طرح التقليد ورفض المذاهب هو قنطرة أن يتحلل بعدها الإنسان والعياذ بالله من الدين، ليصبح سائرا مع الهوى. إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فارتقب الساعة. وبالتالي رفض المذاهب هو في الحقيقة دعوة لإثارة البلبلة بين المسلمين، ولضرب المرجعيات، ولهدم المؤسسات، حتى تبقى الأمة بلا قيادة دينية وبلا مرجعية. لأن الذي ينتمي إلى مذهب إذا اختلفنا معه في رأي، إن كان حنفيا نحتج عليه بالمذهب، وإن كان مالكيا نحتج عليه بالمذهب، وإن كان شافعيا أو حنبليا نحتج عليه بالمذهب. أما إذا لم يكن متمذهبا فإن هواه إذا كان في ناحية وأردنا أن نقول له هذا حلال أو حرام، إن قلنا له قال الحافظ ابن حجر يقول أنا لست شافعيا، وإن قلنا قال الحافظ العيني يقول لست مالكيا، لست حنفيا، وإن قلنا قال الحافظ ابن عبد البر يقول لست أنا حنبليا وإذا ومالكيا، وإذا قلنا قال مثلا فلان من الحنابلة ابن قدامة يقول أنا لست حنبليا. هذه مشكلة المشاكل، يعني هي دعوة لعدم وجود أو إبقاء مؤسسة نحتكم إليها إن اختلفنا في هذه المسائل. ولذلك أعود فأقول إن السؤال الصحيح الذي يجب أن يطرح أن نقول هل أفهم الكتاب والسنة وفق فهمي أنا مع قصوري في هذا العصر بخاصة، أم وفق فهم الأئمة الكبار؟ عندما ينقل الإنسان كلام الأئمة واجتهادهم إنما تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، لأنه ليس مجتهدا اجتهادا مطلقا، وبالتالي يقول يا رب أنا نقلت الحكم الفلاني لأنه استنبطه فلان من الأئمة، ويا رب أنت قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت أمرتنا أن نرد الأمر إذا التبس علينا وجاءنا أمر من الأمن أو الخوف أن نرده إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأن نرده إلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونحن عندما نؤكد هذه المعاني فإن المرجعية تنضبط، وإن الاحتكام عند الاختلاف سهل، وإن الوصول إلى الحق والحقيقة والصواب أيضا سهل، وبذلك نوفر كثيرا من الحبر وكثيرا من الوقت وكثيرا من الأحقاد وكثيرا من الأموال التي تنفق في غير مظانها وفي غير محلها الصحيح. بارك الله فيك سيدي على هذا التفصيل الدقيق والذي ليس بعده تدقيق يوضح مكانة التقليد وأنه عين الصواب وعين الرجوع إلى أهل السلف رضوان الله عليه. سيد الدكتور، يغزو المكتبات الإسلامية في هذا العصر المتأخرة كتيبات ترد القارئ إلى السنة النبوية الشريفة في ظاهر الأمر، فنجد كتيبات بعناوين تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبهر بها العامي وبمحبة وهو معذور. فألا ترون سيدي أن مثل هذا الذي يظهر بعد 14 قرنا من الزمن، أن يظهر من يؤلف في صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه كأنك تراها،
أليس هذا خدشا في الثروة العلمية الكبرى والتدقيقات الأصولية العظمى التي قام بها علماؤنا رضوان الله عليهم؟ وما وصيتكم سيدي لمن للعامة أمثالنا مع تصرفهم مع مثل هذه الكتب؟ أقول ابتداء القسمة ثنائية، إما أن يكون الإنسان مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين حاول أن يقول إنه القسمة ثلاثية، يعني هناك مجتهد وهناك متبع وهناك مقلد، وتحدث عن نوعين ولم يتحدث عن نوع الثالث، لربما فقد أو سقط أو نسي. والحقيقة إن المتأمل في ما كتبه علماؤنا رحمهم الله تعالى لا يحيد عن القسمة الثنائية بحال، فإما مجتهد وتحته أقسام وإما مقلد وتحته أقسام. والمقلد إما أن يكون كما يعرفه علماء الأصول هو الذي يأخذ قول الغير من غير دليل، وبالتالي يأخذه يقول والله غسل الوجه كذا بطوله بحده سنة أو فرض أو كذا، يأخذه من غير أن يبحث عن الدليل، وهذا يغلب على المتفقهة في بداية الأمر أنه يأخذ الحكم من المتن، فلربما أخذ نظما ولربما أخذ متنا ثم بعد ذلك شرح، يأخذ الشرح الذي يفصل قليلا ثم بعد ذلك يبحث عن الدليل داخل المذهب، ثم يتوسع إلى المسائل التي هي خلافية بين المذاهب ليضبط الخلاف في المسائل الخلافية مع أدلتها، ثم ليطلع على وجهة نظر كل من الأئمة، هذا ماذا قال في المسألة وذاك ماذا قال في المسألة. إن وصل بعد تمكن إلى مرحلة الترجيح في المسائل التي تقع الاختلافات فيها بين الأئمة فهذا لا حرج أيضا، ولكن أيضا بشروطه المنضبطة التي نص عليها العلماء. إذن الآن عندما أقول هذا يؤلف كتابا عن تيمم النبي عليه الصلاة والسلام، تيمم، وهذا يؤلف عن صلاته عليه الصلاة والسلام، أو ذاك يضع كتابا بعنوان مثلا فقه السنة، أو يضع آخر ويقول هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يضع كتابا المسائل التي لا يجوز الاختلاف فيها ويحسم الأمر من نفسه ومع أن سلف الأمة وكبار علمائها ليسوا كذلك، نقول إما أن يكون هذا الكلام موجها إلى مقلد وإما أن يكون موجها إلى مجتهد. فإن كان موجها إلى مجتهد فلا يجوز أن ألزم المجتهد برأيي، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا إلا في استثناءات إذا ضاق به الوقت. والجانب الآخر التقليد، إذا كنت أنا أوجه هذا الكلام إلى مقلد فلا يصح، لأن المقلد ليس أهلا أن يأخذ الحكم من النص الكتابي أو من نص السنة مباشرة. الحقيقة الذين يحاولون أن يضعوا هذه العناوين لو أنهم وضعوها تحت عنوان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم كما توصل إليه فلان، أو فقه السنة كما فهم فلان، لكان أصوب وأقرب إلى العلمية. الأئمة السابقون رحمهم الله تعالى ما قال أحد هذا فقه الإسلام، وإنما قال فقه أبي حنيفة أي فهم أبي حنيفة، فقه مالك أي فهم مالك، فقه أهل العراق أي فهم أهل العراق. ولذلك كما قلت يقولون مذهبنا أي فهمنا لهذا النص الذي ذهبنا إليه صواب في وجهة نظرنا، لكنه يحتمل الخطأ ليترك مجالا لالتقاء الأمة ولاتباع بعضها لبعض أو للصلاة خلف بعضها وللتعاون فيما بينها، وهذا كله في مسائل الفروع وليس في مسائل الأصول. الذين يريدون جمع الناس مباشرة على الكتاب والسنة يقعون في أخطاء لا نحسدهم عليها. فمثلا بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا بعضهم وضع خاتما من الورق، فسألناه قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من الورق، هو من الورق أي من الفضة وليس كما ظن هو. أو البعض أحيانا يستعمل بعض العبارات التي ربما يستحي الإنسان من ذكرها الآن وهي في غير محلها، تؤدي إلى حالة من النفور لا تعد ولا تحصى، وبالتالي تدعونا إلى الإشفاق عليه بدلا من أن ننقم عليه. أقول وبكل بساطة كما قرر علماؤنا، إن الاختلافات الفقهية بهذه الصورة التي ورثناها عن أئمتنا رحمهم الله تعالى مقصد شرعي للشارع الحكيم، لأنه لو أراد الله عز وجل أن يجمعنا على رأي واحد وفهم واحد لأنزل النصوص نصية واضحة لا تحتمل،
ولكنه عندما أنزل النصوص محتملة للمعاني في لغة العرب، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال الحديث محتملا للمعاني في لغة العرب، ورويت الروايات المتعددة بأفعاله وأقواله للشيء الواحد أكثر من مرة وعلى أكثر من هيئة أيضا وهي تحتمل معاني متعددة، أراد الشارع أن يترك للمجتهدين مجالا للاجتهاد، وأن يترك عذرا مع الثواب لمن أخطأ في الوصول إلى الصواب. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى في باب الاجتهاد له كلام رائع عندما يتحدث عن الاجتهاد وعن المجتهد وعن شروطه، ويقول خلاصة الكلام: كيف أذن الشارع للإنسان منا إذا ملك آلة الاجتهاد أن يجتهد في فهم النص؟ نحن في الحقيقة عندما نعبد الله بالأحكام التي وصلت إلينا إنما نعبده على وفق فهم الأئمة، يعني للبشر دور أذن الشارع فيه بل كلفنا به، ولذلك قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فالنص من الكتاب والسنة نزل، وقيمة العبد المجتهد الاجتهاد المطلق أن يجتهد في فهم النص. قال: فغدا المجتهد من هذه الناحية كأنه مشرع ولو نسبيا، يعني عندما يأتي الإمام ويقول هذه الآية تدل على كذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما القرء أو القرء بفتح أو الضم، إما الحيض وإما الطهر. عندما يأخذ أحدنا باجتهاد إمام من الأئمة في معنى القرء، أنا عندما ألتزم بهذا الالتزام إنما ألتزم بفهم بشر لنص مقدس، كأنما أذن الشارع لهذا أن يكون مشرعا بمعنى أن يكون كاشفا ومبينا لحكم شرعي، وبالتالي هذه درجة رفعة وتكريم من الله عز وجل، إذ جعل بعض خلقه مبينا لكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهو سيدي قول الإمام الشاطبي، ذكرتني بقول الإمام الشاطبي في الموفقات: أقوال الأئمة بالنسبة للعوام كالقرآن الكريم بالنسبة للأئمة، كما قالوا قديما، وهذه أيضا قاعدة يقولون: قول المجتهد للعامي كالدليل للمجتهد، لأنني عند هو المغالطة يقولون هذا معصوم هذا غير معصوم كما تفضلتم. أنا عندما أقول إن أركان الوضوء مثلا 5 أو 7، وأقول قال الإمام مالك أو قال الإمام الشافعي أو قال الإمام أحمد أو قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجميع، العلماء يقولون إن من يفتي بالحكم إنما يفتي بالحكم مع دليله ولو لم يعلم، لأن الحكم ثمرة دليل، لا يمكن أن يوجد حكم بلا دليل. يعني نحن بدأنا فقلنا الفقه الفهم، وقلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التطبيقية المكتسب، أي هذا العلم من أدلتها التفصيلية. فعندما أقول إن الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه الفتوى إنما هي نقل للحكم مع دليله، الدليل موجود، وعدم وجود الدليل عندي أو عدم علمي بالدليل لا يعني عدم الوجود، يعني عدم العلم لا يعني عدم الوجود، كوني أنا لا أعلم الدليل لا يعني أن الدليل غير موجود. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه محتملة. أعطي مثالا، يقول عليه الصلاة والسلام فيما كان عنده شاة وهي عشراء، فأراد أن يذبحها أو ماتت حتف أنفها أيا كان، فذبحها ثم استخرج منها الجنين، هل يؤكل الجنين أو لا يؤكل؟ اجتهاد يقول هناك حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهناك رواية صحيحة ذكاة الجنين ذكاة أمه. من قال وأخذ برواية ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي إما على أنه مبتدأ وخبر أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا ذكاة الجنين أو هذه الحالة والهيئة ذكاة الجنين، وبالتالي الجنين يعتبر مذكى بتذكية أمه، كأنه تحول إلى جزء منها كالفخذ أو الساعد، وبالتالي لا حاجة إلى أن يذكى يؤكل. هناك مذهب آخر يقول أنا أخذت برواية أخرى وبضبط آخر ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهو منصوب على نزع الخافض أي كذكاة أمه، فلا يؤكل الجنين بعد ذبح أمه إلا إذا استخرج من بطن الشاة وذبح، فإذا ذبح وكان به حراك أو تدفق الدم ليدل على بقاء حياة أكل وإلا فلا. هذا الخلاف ناشئ عن ماذا؟ عن روايتين مقبولتين عند المحدثين، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه أي كذكاة أمه.
إذن النص أتى محتملا والروايات متعددة، وهذا معنى السعة عندما نقول ما قاله علماؤنا اختلاف العلماء رحمة. السبب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله لا يعذب في مسألة خلافية، طالما القصد صحيحا والنية صادقة أنني أتبع ولا أتتبع الرخص ولا أمشي مع الهوى أو مع الشهوات، فإن الله عز وجل لا يحاسب في مسألة خلافية. السبب أي خلافية معتبرة عند الأئمة، لأن النص أنزله الله محتملا، ولأن النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محتملا. وما يدلك على ذلك أمثلة كثيرة، منها ومن أظهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر إلى بني قريظة، كما قال البعض: بعضهم قدس الزمان وبعضهم قدس المكان. بعضهم اعتبر الزمن نصا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لما دخل العصر تمسك بالأصل وهو الزمن فصلى في الطريق خوف أن تفوته الصلاة. وبعضهم لاحظ واعتبر المكان فاعتبر أن الصلاة لا تكون إلا في بني قريظة فأخر الصلاة إلى بني قريظة. لما قص الأمر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف ولم يخطئ واحدا منهما، بل أقر الاثنين. ولا يجوز أن يقول قائل إن أحدهما كان مخطئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز إلى وقت الحاجة، أما عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذا دليل واضح وصريح، تطبيق عملي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الاجتهادين، وبالتالي كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجتهدوا. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما روى البزار وغيره عند الطبراني: ماذا أنت صانع إن نزل بك أمر؟ قال: أنظر في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أنظر فيما قضى به السابقون. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آل. وهي وصيته إلى معاذ عندما أرسله إلى اليمن. الزيادة في حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام له عندما سكت في الأخير، قال له: يا علي، اجمع له العابدين ولا تمضوا فيه برأي خاصة، يعني لا تمضي هذا الرأي مع مجموعة من الرباع أمضاه، بمعنى مشى، لا تمضي به أنت وفلان، وإنما اجمع العابدين. لما؟ قال: لأن العابد إذا كان في مجلس علم ليس هناك نص على مسألة خلافية يسأل عنها الجميع، فإن الله عز وجل ببركة عبادته ونور معرفته يفتح عليه، فلربما أشار إلى أمر كان الصواب معه. ولذلك أعود فأقول إن هذه الاستعمالات وهذه الكلمات وهذه الاختلافات الموجودة وهذه الكتب التي تطبع والأموال التي تنفق ينبغي أن نوفرها، وأن نعود في وقفة تأمل ووقفة مسؤولية أمام الله عز وجل. نحن في أي خط سائرون؟ كان الناس يتحدثون عن اتباع أربعة مذاهب ويتحدثون عن التعصب، نحن نقول نحن نتبع واحدا من المذاهب الأربعة بدون تعصب، ونعتقد أن الحنفية يتزوج مالكية يريدها شافعية يتزوجها حنبلي، ما عندنا مشكلة، وأيضا يصلي بعضنا خلف بعض، وهذا موجود منذ زمن بعيد. الآن أصبحت الأمة متبعة لمذاهب بعدد الأنفس وبعدد الشيوخ، هذا مذهب لفلان وهذا مذهب لفلان، والكل يدعو إلى الكتاب والسنة، والكل يقول نحن ندعو الناس إلى أن يتوحدوا على الكتاب والسنة وإلى ترك المذهبية. فأحدثوا مذهبية جديدة لكن ليست على ثوابت وقواعد أساسية من العلم. وأيضا عندما ينهى أحدهم عن تقليد إمام من الأئمة الأربعة، لا شعوريا هو يدعوك إلى تقليده، هو يدعوك إلى أن تقلده، إلى أن تترك قول أبي حنيفة أو فهم الإمام مالك رحم الله الجميع، إلى أن تأخذ بفهمه هو في القرن 21 الذي بعدنا فيه عن النور، وبعدنا فيه عن العلم، وبعدنا فيه عن المعرفة والتقوى والورع الذي كان عليه السابقون. كما قال ابن رجب عندما نقل في كتابه فضل علم السلف على الخلف، يقول لعبد الله بن المبارك أحدهم رحمه الله تعالى وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة عبد الله بن المبارك: أأنت أعلم أم فلان؟ وذكر بعضا ممن يعاصرهم وليس ممن كان قبله، وهو من هو في عصر السلف. ماذا قال له عبد الله بن المبارك على جلالة علمه وقدره ومعرفته، وهو الذي كان عند أبي حنيفة والذي التقى بالأئمة في بلاد الحجاز؟ يقول:
لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا في زمنه. فماذا نقول نحن الآن في زمن غلب فيه الجهل والهوى وأصبحنا أكثر بعدا عن معرفة اللسان العربي إلى درجة أنك ربما لا تسمع عالما من هؤلاء الذين يدعون إلى اللامذهبية إلا وتعد عليه أخطاءه العديدة أو قد لا تسلم جملة من جمله من خطأ لغوي أو نحوي أو ما شابه ذلك. بارك الله فيكم سيدي على الإفادة العظمى. نقرب على ختم هذه الجلسة الكريمة، قد يفصلنا دقائق أو عشر دقائق بالتحديد. نريد في هذه الزبدة أن نجر الكلام من مسألة الاجتهاد التي أوضحتم فيها وأزلتم كل لبس إلى ما يتطرق إليه علماؤنا، علماء الوصول رضوان الله عليه في أبوابهم، وهو التقليد. فإذا وصل خبركم وفائدتكم للعامي أنه لا يجوز لك أن تأخذ الحكم الشرعي من القرآن والسنة لفقدك آلته، فلعل العامي يقول إذن فما حكم التقليد؟ هل هو من باب الاستحباب أم لي أن أسعى لتحصيل تلك الآلة لأجل أن أتعبد المولى عز وجل؟ في تعريف علماء أصول الفقه عندما يقولون العامي يقصدون به من ليس مجتهدا، وليس العامي المقصود به الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة أي الأمي أبدا. ولذلك إذا قلنا وبضدها تتميز الأشياء مصطلحات، فإذا قلنا مجتهد يقابله غير المجتهد أي العامي، أي عموم الناس الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد. والعامي أقسام لكن أهمها قسمان. القسم الأول عامي أي ليس مجتهدا ولم يتمكن في علوم الاجتهاد ووسائله وآلته، ولكنه في طريق المعرفة والدربة والأخذ عن الشيوخ والقراءة والاطلاع والتبحر، فنقول هذا ينتقل من درجة التقليد العادي أن يأخذ الحكمة متضمنا الدليل وإن لم يعرف، إلى أن يتعرف إلى الدليل، إلى أن يتعرف إلى رأي المذهب الآخر، إلى أن يتعرف إلى الأدلة التي تقارن في المسائل الخلافية كما في كتب الخلافيات وكما في كتب الفقه المقارن. فإذا وصل إلى مرحلة وأصبح قد آنس من نفسه، أصبح يشعر أنه على مستوى لا بأس به من المعرفة وأنه بلغت به المعرفة الفقهية المتراكمة السليمة الصحيحة، أن يصبح قادرا على أن يميز بين الضعيف والقوي وبين الحسن والأحسن وبين الخطأ والصواب، لا بأس أن يرجح عند ذلك بين المسائل ضمن المذهب الواحد أو بين المذاهب، طالما يقصد بذلك رضا الله عز وجل ولا يحدث وراء ذلك شوشرة أو كما يقولون أو تشويشا أو تهويشا على الناس. وإما أن يكون العامي من الطرف الآخر ليس متخصصا في علوم الشريعة ولم يقرأ على الشيوخ وليست لديه معرفة أو دربة أو دراسة أو مكنة، وإنما هو من عموم الناس كالطبيب والمهندس وما شابه ذلك، فهؤلاء يجب عليهم أن يقلدوا إماما ليسلم أحدهم، لأنه من قلد عالما لقي الله سالما، ومن أخذ بقول إمام أخذ بدليله مع قوله وإن لم يعرف، وكما قال في الجوهرة وواجب تقليد حبر منهم كما حكى القوم بلفظ يفهم. وبالتالي الإنسان إما أن يصل إلى الصواب إلى معرفة حكم الله بنفسه فهو مجتهد مطلق، وإما أن يصل عبر وسيط وهو المجتهد. ولطالما أنا مطالب بإقامة الحكم الشرعي وتطبيق الأحكام والتزامها في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والشراء إلى آخر ما هنالك، فأنا مطالب وجوبا أن أعرف حكم الله. إذا لم تكن لدي آلة على معرفة حكم الله استقلالا، أستعين بمن؟ بالمجتهد ليعرفني على الحكم. وإذا أخذت بقول الإمام المجتهد في مسألة ما برئت ذمتي أمام الله عز وجل، لأنه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكان الصحابة بعضهم يسأل بعضا، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مستوى واحد من المعرفة والعلم. ولذلك علماء تاريخ الفقه الإسلامي يقولون في الصحابة مجتهدون وفي الصحابة غير مجتهد. وبالتالي من نظر إلى الكتب التي تعتني بالسنة غير الأحاديث كالبخاري ومسلم، تعتني بالآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، المحلل ابن حزم، الخلافيات للبيهقي، سنن البيهقي، هذه الكتب التي تعتني بالآثار سيقف على كم كبير جدا جدا من آراء العلماء بالذات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسألة الواحدة.
حتى قال عبيدة السلماني يقول حفظت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 100 مسألة في الفرائض، مسألة الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، بعضها ينقض بعضا، يعني ليست اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. ومع وكما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم اجتهادات وبالتالي انتقلت إلى غيرهم. أنا عندما أفتي بقول إمام أو ألتزمه، وإذا لم أكن من أهل الاجتهاد أو المكنة في التعرف إلى الحكم، فيجب علي أن أطيع الله، وإطاعة الله تتوقف على معرفة حكمه، ومعرفة حكمه تتوقف على الآلة، إما الاجتهاد المطلق وإما التقليد. فإذا فقدت الاجتهاد فيجب أن ألجأ إلى التقليد، أي أن آخذ بقول إمام معتبر من أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة رضي الله تعالى عن الجميع، الذين دونت أقوالهم وضبطت أصولهم وقواعدهم، والذين حررت مذاهبهم ووجدت المدرسة التي يتنقل فيها التلامذة، يعرفون الأحكام ويعرفون الأقوال مهذبة مدروسة مضبوطة، ما يفتى به وما لا يفتى به، ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية كما عند الحنفية، المذهب القديم والمذهب الجديد كما عند الشافعية، ما يفتى به من المدونة وما لا يفتى به من المدونة عند السادة المالكية، الإنصاف في معرفة الاختلاف والروايات الراجح أو الراجح من الروايات المختلفة فيها عند الحنابلة للمرداوي وكما في المغني. إذن عندما أريد أن أطيع الله عز وجل يجب علي أن أعرف حكمه، وإذا أردت أن أعرف حكمه يجب علي أن أكون مجتهدا، وإذا تعذر علي الاجتهاد علي أن ألجأ إلى المجتهد لآخذ بقوله واجتهاده وفهمه لنص الكتاب والسنة. فإذا التقليد واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا وصل الإنسان بعد دربة ومجالسة للعلماء والأخذ عنهم والقراءة والاطلاع والتمكن إلى مرتبة الترجيح فلا بأس في ذلك، وإذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق بالشروط التي ذكرناها فمرحبا، ولكن هيهات أن يصل إلى ذلك واصل في أيامنا هذه. بارك الله فيكم مولانا الدكتور، بارك الله فيكم على هذا التوضيح الجديد، بل على هذه الجواهر والنصائح الموجهة للأمة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تجد آذاناً صاغية وأن تتلقاها الأمة بقبول، وأن يتحقق المقلد أنه لا فرق بين التقليد والاجتهاد لمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ختاماً نرجو أن تكون هذه المعارف الجليلة من فضيلة الدكتور أسامة الرفاعي مفتي منطقة عكار بلبنان بادرة خير وتوجيه صحيح منه حفظه الله تعالى وجزاه، ونعود ونقول هذه الضيافة الكريمة منه وهذا الكرم منه إنما كان في لما أكرم الزاوية البلقائية بحضوره الكريم في الملتقى الثالث لسلسلة الدروس المحمدية. نسأل الله الكريم له ولإخوانه من العلماء والدعاة إلى اتباع سنة الوجود صلى الله عليه وسلم التوفيق والرشاد والسداد، وأن نسير على هديه وعلى إرشاداته حفظه الله تعالى. شكرا جزيلا شكرا لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله بكل خير.